ويا أهلا وسهلا فيكم. ها الجو حار، الأجواء حارة، نحتاج إن احنا نبرد على أنفسنا شوي ترى. طبعا يعني ما فيها أكيد غير إنه نسافر، ونسافر لأجمل المناطق وأجمل الدول المدن اللي في المملكة العربية السعودية. يعني يا سلام على قولتك الجو الحين حار، إيش أكثر المناطق اللي حنا في المملكة اللي أجواءها جدا جميلة وجدا معتدلة، وحتى تحس في البرودة يعني تنسى فصل الصيف فيها؟ في مناطق كثيرة نتكلم، شوف جنوب المملكة معروفة بالأجواء الباردة والمرتفعات والغيوم والأجواء الحلوة، يعني تحديدا خلينا نتكلم عن الباحة. ها الباحة كيف أجواها وكيف هي، يعني أنت لما تروح لها راح تروح الرحلة خاصة للطبيعة، قمم من الجبال متصلة وعالية جدا. عندهم تقريبا هناك 40 غابة كثيفة، تخيل أنت متصورة 40 غابة في محافظة واحدة، هذا شيء يدل على كثير من الفعاليات اللي راح تكون هناك، كثير من الأشياء اللي منظمتها الهيئة السعودية للسياحة هناك. نتكلم جمال، وأكيد ما ننسى أنه تاريخها المميز وعمقها وحتى رونق ثقافتها، يعني راح يكون في متعة حسية وبصرية، والانطلاق بين المنازل الحجرية وبساتين المشمش والرمان والقرى التاريخية والأسواق الشعبية، هذا كله في الباحة. وأكيد ما ننسى برضو المواقع السياحية اللي موجودة فيها، زي مثلا قرية ذي عين. نعم، وهذه يعني قرية ذي عين ترى هي كمتحف تاريخي مفتوح على قمة جبل من الصخور البيضاء. ما الله، هذا المتحف يعود أو الصخور البيضاء هذه برضو تعود إلى أكثر من 400 عام. كثير أشخاص مهتمين بالتراث، كثير أشخاص خاصة اللي يحبون التصوير ترى مرة يعني بيعجبهم الجو هناك، في أماكن كثير راح تعجبهم. وأنت قلت الغابات والأشجار الكثيفة، يعني أنا ودي عارف اللي من زمان أروح الغابة وأتوه فيها. ليه؟ ما أدري كذا حبيت إني أروح الغابات. أكيد ما ننسى غابة رغدان اللي هي أحد الغابات الشهيرة واللي تتميز بالمساحات الواسعة والغطاء النباتي الكثيف، وهي منطقة طبيعية وعرة تم تأهيل لها لتصبح أحد أهم مناطق الجذب السياحي في المنطقة، واللي تتصل بقرية ذي عين عبر الطرقات والأودية المتعرجة، هذا كله في الباحة واللي من ضمن مناطق صيف السعودية وضمن حملة تنفس روح السعودية، يعني السعودية هذا الصيف وكل صيف. قرية شدة، هذه القرية موجودة في أو قرية شدة البعيدة عن الأعين، دائما تكون هي في منتصف الطريق إلى قمة جبل إبراهيم. حلو، عجبتني بعيدة عن الأعين، عارف اللي يبغى يروح كذا مع نفسه روقان استجمام هناك. ها هي تتميز دائما بالمناظر الطبيعية الخلابة جدا بين المرتفعات العالية والمنحدرات الخضراء وديان جبال السروات، برضو عبر المنازل الحجرية القديمة والحصون العالية. أجواء جميلة في الباحة، أجواء جميلة راح تكون أكيد مع الهيئة السعودية للسياحة ومنظمت لنا كذا صيف السعودية تنفس، واللي أكيد راح نتنفس فيه بإذن الله الأيام اللي جاية، وصيفنا في السعودية راح يكون غير هذه السنة، انتظروا.